هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ وما الجمع بين حديث المؤمن لا ينجس وحديث ويعتزلن الحيض المطلقة؟ الذي يظهر أن لا بأس بذلك وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وأن يعتزلن المصلى فهو خاص، والذي يظهر أن معناه لا يصلين مع المسلمين، هذا الذي يظهر لا يصلين كالنساء التي يصلين مع الإمام والمسلمين يوم العيد، بل إذا جاءت الصلاة يعتزلن المصلى لا يصلين. فهذا الذي يظهر. وماذا أن المرأة إذا كانت حائضة لا بأس، بشرط أن لا تلوث المسجد. نعم هذا أمر. وقد كانت هناك امرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها خيمة، والمرأة يأتيها ما يأتي النساء، فما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءت الحيض فاخرجي من المسجد؟